مساء الورد والفل والياسمين والكوميديا والدم الخفيف. امبارح نزلنا لكم صورة بسيطة هيك لضيف حلقتي اليوم لحتى نطلع عن المألوف ونفوت الشتوية بطاقة إيجابية تكون كتير حلوة. اليوم ضيفي خفيف الضل والدم الكتكوت اللي مجنن والده 24 ساعة بيعمل فيه مقالب، محمد نبيل. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. كيف حالك محمد؟ الحمد لله تمام. شو أخبارك؟ الحمد لله. نفسي مشهور يجي عندي على الوقت. ما هو اللي أخرني صديقي ضل. كيفك يا صديقي؟ أصلا مواعيده مش طبيعية. واضح. انت وين وصيتك على السبنخات؟ وين هن؟ كنت اجيبهن بس صارت شغلس وانا حكيت لك. ما والله ما حكيت لي، انت كنت تحكي لمروان وسمعت شو ليش بالسلافه. لا ما سمعتش، انا بنعيد. على كل حال كل عم بيحضرونا اليوم على صفحاتنا على مان تي في اوفيشال، على مان تي في كيتشن، وكمان على صفحتي. بدي اياكم تشيروا هاي الحلقه لتوصل لكل مكان. نزلت لكم امبارح سؤال مع صوره محمد نبيل لحتى تحكوا لنا اذا عندكم اي اسئله او استفسارات، فاخذت شويه اسئله هيك كلها هيك كانت تتكرر، رح نعرف عنه كثير معلومات وكثير تفاصيل. بس قبل ما نفوت بنقاش طويل، ايش رح تطبخ لنا؟ بدي اعمل معكرونه بالبشاميل. على طريقه مين؟ امي. اوكي. ما انا بعرفش اطبخ بس يعني جايب معي الوصفه. كاتبت لك، حسيتها زي هذا خط مين؟ خط امي. خط سحري. هل بفكروا لو حدا شاف فكروا حجاب؟ انا ما عرفت اقرا الصراحه. ما بقول لك بفكروا حجاب. الله يا علي. صح؟ طيب، تقوم بسلق المعكرونه في ماء السلق، نضع الملح، قليل من الزيت، نضيف المعكرونه. هاي وصفه والدته. طبعا بدي اوجه تحيه كثير كبيره لوالدته لمحمد نبيل لانه بعثت لي انها هي تحضرني وبتحب البرنامج. بدي اوجه لك تحيه كثير كثير كبيره، واحنا مبسوطين انه محمد اليوم ضيفنا، وانا متاكده انه انت هلا عم تحضري وعم بتنزلي دموع، فخوره فيك حبيبتي. يما احبك. هلا رح نحكي عن محبتك اكثر لإلهم، فرح تعمل معكرونه بالبشاميل. معكرونه بالبشاميل. واحنا الصراحه حبينا نزيدها على قلبك شوي، ورح نخليك تعمل سلطه. سلطه؟ بالمعكرونه ما رحناش بعيد. نعمل سلطه. فبنعمل سلطه. بس قبل ما نبلش حلقتنا، لتعرفوا اكثر عن ضيفي، للسيدات اللي بيحضرونا من زمان بس ممكن ما بيعرفوا محمد نبيل، وللناس اللي بيحضروا محمد نبيل، رح نورجيكم فيديو قصير كثير ونرجع نكمل الحلقه. بونسوار عمو، مرحبا، كيفك؟ مرحبا عمو، كيفك؟ تعالي، مالك خجلانة؟ يا ابوي هون. شو محمد جايب البنت على البيت؟ كثير حابه اشوفها. يا بدها تتصور معك. شو؟ بدها تتصور معك. بابا جايب البنت على البيت؟ يا ابوي صاحبتي من متابعاتي تتصور معك. اذا بابا بس سلمت هون هي يا زلمه. يابا. شو بتعم تصل على التعاد يا بيبي؟ شو بتتصور يا بيبي؟ اقلب وجهك انت وياها برا يا زلمه. يا ابوي بدها تتصور معها. تعالي تعالي سلمى. لسه دمك يا زلمه. ايش عم؟ مين انت؟ ايش يا وليد؟ ما تسحى يا وليد. اخجل بدها شوية خجل. ولو فكرتك بنت عن جد انا. جنتني يا زلمه، جنتني. اسحى دمك وتروح سنينك. شو ها؟ بامية. قبل ما تحكي، اطلع اقلب من وجهي. يلا. والله ما حكيت شيء. يلا يلا يلا. الله يرضى عليك، لسه مريضين يا بابا. بدك شيء ثاني؟ الله يبارك فيك. ناقصك شيء؟ غلبوك وغدا في دور. ليك ابوي الدور ملان. أزمة؟ أزمة. ناقصك شيء غيره؟ الله يبارك فيك، الله يرضى عليك يا بابا. الله يقدرني وما أخلي بنفسكم شيء يا أهلي. الله يقدرني وما أحرمكم من شيء. الله أكبر. عنو صير خبز؟ عامل عمارة؟ باني بيت لنا انت ولا مشتري لنا ارض؟ يا زلمة بتروح على الفرن، ما بدنا منه خبز ولا اي مشوار تروح، ما تروح اي مشوار. سبايا كنا نركز، الطريقة الصحيحة اللي نحط فيها المشكرة هيك. اها. شو هذا؟ ايش شو بتعمل قاعد؟ شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ ابوي عندي ولك عيب الحكي هذا، عيب يا رجل. هو شكل الفيديو له تكمله يا مروه، بس احنا لسه ما كملناه لانه قطع عادي، بس بنحط لكم التكمله بالبارت الثاني. عم تضحك على حالك؟ انا على فكره عم بصور لكم رده فعله، انتم ما عم بتشوفوها، عم بصور لكم رده فعله وهو عم يحضر حاله، عم تضحك على حالك زي كانه مش انت اللي عامل هذا. انا بضحك على ابوي كيف رده فعله. ابوك عم يحضرنا اليوم؟ لا جاد، بس هي حضرنا فيما بعد اكيد، لانه الحلقه بتضلها على الفيسبوك. واليوم بتكون على اعاده على الساعه 5 الفجر، وكمان بضلها موجوده للابد. هيحضرها. شوف سيدي، للآخر احنا اخذنا هلا
حجاب المعكرونة. أنا ما فهمتش أخطى إيشي والله. حجاب المعكرونة معلش أنا بقرأ لك، فرح ناخذ أول وصفة عشان نرجع نحكي مطولاً مع محمد دبيل. اليوم حلقة رح تكون كتير حلوة، بس لا تنسوا تشيروا الحلقة قد ما بتقدروا. ناخذ مقادير وصفاتنا لليوم. لصينية المعكرونة بالبشاميل احنا اليوم عنا لحمة يا مروة، بس بتقدر تعملوها بالدجاج المفروم. عنا معكرونة مسلوقة، فلفل رومي ألوان، بصلة، عنا ملح، وعنا فلفل أسود، وعنا معلقة صغيرة من الثوم، وعنا طبعا بهارات مشكلة، وعنا نص كوب من الكريمة. وعنا لصينية المعكرونة بالبشاميل كمان رح نحتاج 4 معالق كبيرة من الزيت شعبان، وعنا 4 معالق كبيرة من الطحين، وعنا 4 أكواب من الحليب، وعنا معلقة صغيرة من جوز الطيب، وعنا معلقة صغيرة من الملح، وعنا جبنة موتزاريلا للوجه. طيب من جديد بدنا نرجع نرحب بكل اللي عم بيحضرونا. عم بشوف المشاهدات عالية، ولكن أتمنى دائما لما يكون عندنا هيك فكرة هيك على حلقة خارجة عن المألوف إنه نشيل الحلقة قد ما بنقدر. وإذا عندكم أي أسئلة أو استفسارات كمان بدكم تسألوها لا محمد إنكم تكتبوها، والحمد لله إنه أنا عندي هذا الحجاب. فأنا رح أحكي لك طريقة المعكرونة بالبشاميل. أنا ما فهمتش الخط. إحنا رح نرن على الوالدة هلا، رح ناخذ رقمها رح تشرح لي خطها. ماله مفصول هلا. أنت الفيديو اللي شهرك فيديو البامية وكف البامية يعني اكل كف. انت اكثر شخص اكلت اتلات وكفوف بحياتك، ايش المشكله يا محمد؟ ايش يعني؟ انا حتى بسمع والدك وهو بيحكي انك ما شاء الله عنك عن اخلاقك وتربايتك وتفاصيلك وكله مع كفوف. ليه؟ مو خلص هيك يعني بحب شو الغلط، فانا بجي شو اني بتغلط هو بتضايق وبعصب. اول شيء انت لك اخوان اكبر؟ الي لك اخوان اكبر واخوان اصغر. انت وسطاني. انا الوسطاني. مفروض انت يعني الرايق. لا انا مجننهم. ما هو واضح الفيديوهات اللي عم نشوفها مع والدك فيديوهات بتكون مرتب لها مسبقا ولا هي ردة فعل حقيقية؟ لا طبعا عادية كلها حقيقية. يعني ما بتكون مرتب مع والدك بتقول له بابا رح نصور كذا بدك تحكي كذا وابصر شو. ابوي ما عندوش انستغرام ولا تيك توك، فيسبوك نزل جديد عشان يحضر عثمان. عشان يحضر عشان يحضر عثمان. طيب ايش كمان بدي اسالك؟ لما بلشت تعمل هدول الفيديوهات أو شي بلشت لحالك أنت؟ بلشت لحالي. بعدين دخلت والدتك، كان فيديو البامية كمان كان حقيقي؟ وأكلت قتلة حقيقي؟ بس أنا دائما باكل قتل على الأكل لأنه أنا معظم الأكل باكلوش يعني شي ثاني كيف. طيب فبعدين بلش فيديو البامية وانتشر على تيك توك. أنت بلشت تيك توك؟ أنا بلشت تيك توك. فبلش هذا الفيديو وبعدين بلشت تنتشر. بالضبط. كنت متوقع؟ لا والله الصراحة لا. ولما شافت والدتك حتى في فيديوهات قبل يعني مع ابوي ما يعني كلها الحمد لله صار عليها مشاهدات. بشوف الصبح اسم الله 8 مليون 7 مليون 9 مليون 3 مليون 4 مليون عم بشوف ما شاء الله كلها بالملايين. قد ايه عمرك على السوشيال ميديا؟ هسه زمان يعني بلشت احاول 2018. وامتى انشهرت فعليا يعني بلشت الناس تعرفك؟ شهر ونص. شهر شهر ونص ما الله كل هدول المشاهدات من ايش فيديو كان اللي هو بلشت فيه الانتشار؟ وهي يعني فيديو الباميه، فيديو الخبز لما جبت لهم خبز. انت شفتوا فيديو اللي هلا جابوا بالخبز؟ والله الله يكثر خير. اليوم طلبوا مني سكر. امانه؟ والله بدهم سكر. بدي اعمل فيديو جديد. عاد الحلو بيجيب حلو. والله ما بزبط. بدك تعمل فيديو جديد بالسكر؟ اسمع بس رح تدخلني فيه، انا حاعطيك السكر هديه من عندي. خلص هلا هلا بالفاصل. انت والدك ما بيحضر صح؟ لا احنا محضرين له مقلب كمان لوالده بالبارتي. هلا رح نحكي معه. ترن عليه؟ طبعا على الهواء. ايش الوضع رح يكون؟ فيش توت انا انتبهي. انا فيش توت. هيك رأيك؟ طيب اسمع خلينا. لا رح نرن تخوفنيش. خلص رن. يعني أنا ومتابعيني منحب نشوف الدراما كيف بتكون بعد. إحنا عن بعد يعني ما رح يصير لنا إشي. خلص رن. خلص ماتي. لا رح نعمل إشي. اسمع رني وحكي له محمد هي عندي في القناة هي وجايب معه بنات. هو أكثر إيش منقهر منه البنات. وشفت شعراتك وصبغاتك اللبنانية والسورية. وشفت شفت شفت كل أحضر. احضرت كتير تفاصيل عنك حلوة. بس خلينا نبلش بدنا نبلش على طريقة والدتك. بس رح أساعدك أنا شوي في الطريقة ماشي. صح؟ ما أنه مروة قالت لي أنت بدك تعمل معكرونة بشاميل لأنه إيش الوحيد اللي أنت بتعرف تعمله. لا مش بعرف أكثر إشي بحبه. بتحب تاكل؟ بحب أكل. لازم نستعين بصديق.
والدتك عم تحضرنا؟ اكيد من الصبح فات عم نستنى 8 على التلفزيون. طب اسمع، اكثر اكل هي لما تعمله انت بتحبه ايش هو؟ هو بس يلا يعني انا الاكل اللي فيه بندوره بحبوش، طبايخ. يعني بتحبش طبيخ امك؟ لا بحب، لا زاكي شوي بحبوش. عسكر طبيخ، طبيخ ابني يا محمد. بس انا ما باكله. عم تحضرنا من الصبح؟ والله يما طبيخك زاكي تربي. ومتاثره هي لانها بتحضرك وشايفيتك وفخوره فيك. لا والله طبيخها زاكي اكيد عسكر طبيخ بالدنيا. احنا رح بس بعد الفاصل، رحنا مضطرين نطلع فاصل، بس رح نحط البصل ورح نحط اللحم المفرومه على النار، نسبكهم مع بعض ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. لا تروحوا لمكان. بس استناني دقيقة واحدة ليك. تمام ماشي الحال. باي باي باي. من جديد أهلا وسهلا فيكم. إحنا بالفاصل كنت أنا ومحمد نعمل المقلب بوالده، فمروة هلأ بدك ترنينا على والده، حكينا له أنه هو بده يتزوج ومواصطني أنه أنا أخليه والده يوافق على الزواج، فهلأ رح نحكي لوالده أنه كان مقلب. بس عشان ما نامي شول. بس امبارح انطردت. ليه انطردت امبارح؟ عملت في مقلب بنت. جاد نزلته ولا لسه؟ نزلته. انحرق البصلات، انت لاحظت ولا لا؟ لاحظت؟ هسه شوف. وعادي؟ اقلبهم. والبشاميل انحرق عادي؟ احنا لساتنا بالحلقة في البداية. ترى فكرت خلصنا. لا لساتنا في البداية. طيب مروة رني لنا التليفون. رح محمد احنا ما حطينا ولا شيء غير البصل وحطينا الثوم. وعبل ما ترمي لنا مروة التليفون نقدر مروة ناخذ بقية الفيديو. خلينا ناخذ تكملة الفيديو ونحرك البشاميل واللحمة لا تستوي، والتليفون اللي بعد هذا الفيديو رح يكون مع والدي. طب بس كيف؟ ليش كيف؟ لازم اروح متنكر. ايش بخزي هذا يا زلمة؟ يا ابو شو؟ انت كلك بتخزي، شو حاطه في عينيك هذا؟ يا زلمة كحلة كحلة. حاطه في عينيك كحلة بالسنورة. بابا ماما بابا بلحقوا فيي بالشارع، خبيني خبيني بابا بسرعة بسرعة بلحقوا فيي. وشو شعرك؟ شو شعرك هذا ملون؟ شو شعرك ملون؟ شو شعرك ملون هذا؟ بابا كلهم بتقصوا علي بالشارع. بتقصوا عليك؟ طب ليش تعمل شعرك ملون؟ شو اللون هذا حاطه لك؟ وكمشدود انت كلك الجنيت عقلك خف؟ بابا خلص وبتعليك وبتحكي لي بلغوصة؟ بابا صرت مشهور. شو شو مشهور؟ شو كيف مشهور يعني؟ يعني خلص والمشهور بعمل شعر احمر بعليك علكي بابي. بالوقت مو يحكي بصير الوق. يا بابي كيف يا بابي؟ ايش 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 يا بابي؟ فهمني شو يا بابي؟ شوف شعرك اشوف. بابي لا تمسكه لا تمسكه بابي. ايه شو ما مسكوش بابي؟ شو ما مسكوش؟ شو يا بابي ما مسكوش؟ وين كلمة يابا؟ خلص نسيتها بيابا عشان زهور صرت تقول بابي؟ عبدالله أخوك وين؟ عبدالله فل من البيت وأنت نايم بابي. فل إيش؟ فل إيش؟ احكي يا أخوي فل إيش؟ فل من البيت زهر زهر طلع مع رفقاته. طلع مع مين؟ طلع مع رفقاتي. من وين جايب لي اخوي انت هاللهجه هاي؟ من وين جايب لي هاللهجه هاي؟ من وين يا حبيبي؟ من وين اللهجه جايبها؟ بابي انت كثير عصبي. عصبي من وين جايب لي اللهجه هاي؟ بناني؟ 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 بابي بدنا نروق، ما بيصير هيك، ما بيصير. شو تروح هذا؟ احكي منيح ولا؟ احكي كويس. حقك علي. وكيف كويس حكيت لك. من جديد اهلا وسهلا فيكم، راجعين هيك للحلقه وتفاصيل الحلقه. احنا هيك الاشياء كانت مفروض تكون مرتبه، بس عم نضطر نطلع فاصل لانه هو بيضحك كثير فانا بضحك كثير، فعم نضطرين بنروح وبنرجع. هلا كنت انا عامله مقلب بوالده انا ومحمد هلا بالفاصل، وكنا بدنا نكمل المقلب على الهواء، بس والدك شكله من الصدمه بطل يرد، مش عم يرد علينا. لا ضروري تحكي له مقلب بالله عليك، امبارح انطردت. امبارح انطردت. الو الو ابوي، يعني المفروض مش قبل يرد علي، شكله انصدم من المقلب، المقلب صعب عليه فاخذ لازم يرد. ضروري بعدين. الو
الو معي على الخط. مرحبا عمو. يا حبيبي مرحبا. كيف حالك؟ انا بحكيك الشيف امتياز الجيتاوي من عمان تي في. كنت بحكيك قبل شوي على التليفون بتتذكر واقول لك انه محمد بده اياني اتواصل لتخطب له، بتتذكر؟ طبعا محمد توتر. انت اذا بتقدر تفتح التلفزيون على عمان تي في، لانه محمد قال لي انه انت هلا بالشغل وانت ما عم تحضرنا. احنا على الهواء هلا على عمان تي في، بتقدر تشوفنا على الفيسبوك، بتقدر تشوفنا على التلفزيون. محمد معي واحنا حابين نعمل فيك هذا المقلب. قولي له انه مقلب. والله مقلب. واحنا على الهواء هلا. انتوا يعني محمد عندكم محمد عندي معي على ابو يعني بالتلفزيون يابا. والله يا الله سلمك يا با. ولا كنت يعني كنت شايل عليك. هلا انت كل اللي بتحكيه عم بسمعوه، كل اللي عم يحضرونا. ابو يدير بالك احنا لانا لايف على الهواء. هون في الشتوت بالله عليك. فالله يخلي لك طيب. محمد كل اللي عم بيحضرونا كمان، احنا محمد معانا اليوم ضيف ضمن برنامجي وحبينا نستضيفك معنا، بس محمد قال انه انت رفضت رفض قاطع تطلع على اي تلفزيون او تطلع تبين على السوشيال ميديا او اي شيء ثاني. فبقول له لازم اشوف اذا انت ووالدك بتتفقوا على هدول التفاصيل ولا هي عن جد بتكونوا متفقين عليها. فقال لي لا. فلما عملت هلا المقلب فيك انا عم بحط ميوت وعم بضحك مش قادر، لانه انت على طول صدقت، يعني على طول صدقت واخذت معاه وصرت تسيب. ليش بتضلك تعصب؟ ايش هي بتيجي معنا؟ هي بتيجي معنا بالصدفه كيف وبتطلع الشغله على الطبيعه. قول لي ليش بتعصب؟ طب بتعصب كثير عمو، احنا ما بنحضر ولا فيديو الا انت موصل. لانه الشغلات اللي بحكي لي اياها بخلي الواحد يفقد عقله، عشان هيك بعصب. لانه مش متعود على الكلام هذا انا. الله يخلي لك اياه، مش متعود على هذا الكلام. طب لما دخل على السوشيال ميديا وبلشت تنتشر، هلا الناس اللي بتعرفك من العيله بتعرف اكيد شكلك، واللي بيشتغلوا معك اكيد بيعرفوك من صوتك. بيعمل لك مشاكل اللي بيعمله محمد او الفيديوهات اللي بيصورها معك؟ السوق هذا مثل السوق المركزي. كل السوق من اول ما بدخل السوق بيقعدوا يستقبلوني وبيشربوني شاي وقهوه وشو هذا، يعني بضحكوا بشكل كبير، مبسوطين كثير يعني. طب الحمد لله. طب انت ليه رافض تطلع على السوشيال ميديا وتبين وجهك؟ والله انا يعني ما انا بهمني محمد بالدرجه الاولى، وبعدين انا يعني خلص يعني شو بدي اطلع، ما فيش داعي اطلع بالمره. عاد انا امبارح لما نزلنا الصوره انه راح يكون محمد ضيفنا اليوم ضمن البرنامج نزلنا الصوره ضمن البرنامج، الكل قالوا لي والده لازم تجيبي والده، لازم نحكي مع والده. فوالله انا كنت كثير حابه تكون معنا، بس انا وصلني معلومه غير اللي انت حكيتها عمو، انه انت بتخاف من المدام عشان هيك ما بتقبل تطلع على السوشيال ميديا. لا 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 مش من الحكي هذا. لا طيب انا بدي اتشكر وجودك معنا على التليفون، وبدي اياك تفوت تحضرنا احنا بلايف هلا على عمان تي في. فوت احضرنا وانت وكل زملائك، وانا بعرف انك كنت مشتغل لما انا حكيت معك هذا المقلب، فبعتذر كثير. بس هي لا في خطبه ولا في صديقه ولا في حدا، بس احنا حبينا هيك نمزح معك شوي. انت البركه يصير احكي معه. واشكركم وبشكر الجمهور كله اللي بيشوفكم بيسعدكم، ولكم جزيل الشكر للجميع. والله عمو بس قبل ما تروح محمد حاب يحكي لك شيء على الهواء، انت تسمعه كل عم يحضرونا. تفضل محمد. ابوي والله اني بحبك واشتقت لك. اسمع. نعم. جيب معك فلفل اخضر، الفلفل الاحمر تاع الشطه تنساش. يا زلمه لخبتني في هذا يا ابوي، انت قلت لك وين بتنسى؟ فلفل احمر وشطه، فلفل احمر وشطه تنساش تجيبه. وجيب السبانخ. بجيب لك شطه، بجيب لك سبانخ. يلا ماشي يلا. طب والسكر؟ استنى، والسكر السكر داخل عندنا، بقول لي بدنا سكر. والسكر تاخذه من عندك؟ من عندي. بدي ادفع حقه. انت انا عمو ان شاء الله انا تشرفت فيك كثير، وان شاء الله لنا لقاء قريبا، وشكرا كثير انه انت اخذنا من وقتك، شكرا كثير. خلص خلينا نروح على المعكرونه هلا. بعد رح ننزلكم احنا كمان هلا الفيديو اللي عملناه بوالده لمحمد كمان بالبارت الثالث، احنا عملنا مقلب فيه على التليفون انه محمد حابب يتزوج وحطني وسيطه لحتى اساعده، ابوي وافق. فمبدئيا والدك ردت فعله كانت عنيفه. ابوي اكثر شيء بنقهر منه موضوع البنات، بحبوش. ليه؟ خلص بحب بزبطش يعني. انت ماشي هيك؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله دائما. طيب فاحنا هلا شو عملنا هون عشان نبلش نحط بهاراتنا؟ حطينا البصل، حطينا الثوم، وعصجنا اللحمه كثير كويس. بعدين رح نحط عليها ملح، وهي الملح اطبخ عنك. لاني بعرف الورقه ما عرفت شقلها. وهدول البهارات هين دقرا لك من الورقه. الورقه شفتها، صرت احكي لغه عربيه كمان انا. بلا نحرك الملح والبشاميل، خلص اموره صارت جاهزه. هلا بنحكي لهم عنا صبايا، بدنا بندوره، صلصه بندوره هلا بنعطيك. مغلف مرق جاج، والله هي وصفتها انها واضحه.
صح سامح مول صح او بكارفور. لا بس لأنه الخط مش واضح. الخط مش واضح. لا بس انا كثير فاهمه على خطها لانه خط سينكي كريتي زي هيك كمان فاحنا الخطوط بنفهمها بس بعض. كلمه معكرونه اللي مبين بالصوص. انت لاحظ انه فيش نقط. بدري كانت بالصوص ومش حاطه مكونات الصوص خلص فاهمه كيف؟ فيش نقط يعني فيش باء ونون وفاء وقاف. بسم الله الرحمن الرحيم نبلشها. بانه بسم الله الرحمن الرحيم كتبت لنا الوصفه. طب والله العظيم الله يخلي لك اياها. والله العظيم ما في بعد بركه امهات اكيد والجدات وحياه الله أكيد. والذكريات اللي ضلك تتذكرها هاي لما تتزوج بدي الاقيها معلقه على الثلاجه معي مليون ورقه زيها بال... ايش بكون هيك ايات قران للرزقه للحسد. عن جد عم تحكي؟ والله كل ما بطي تكتب لك تكتب لي بلاقيها على الطابه المحفظه انه تقراها. ما اعظمها ما اجملها. مره اعطتني ورقه قعدت طفران شهر ونص. ايش كانت؟ ما اعرف ايش بتقول لي للرزقه شهر ونص وانا طفران. لا لا بس انت كنت بتقراها عن جد يعني بتفتح محفظتك وبتطول ورقه وبتقراه حقيقه. طب ليه ما بتحكي لك اياهم لوجهك؟ لانه خلص بتعرفني يعني ما ردش عليها بكل شيء. طب تلاقيها لحالها يعني تلاقيها مي مقروع عليها مثلا خذ اشرب برا. والله العظيم والله انه علي بيقول لي اسالي اذا كمان بشرب المي المقروع عليها وبترش عليك مي ومنها. دائما هاي. يا الله هدول القصص طبعا الله يرحم والدتي ويخلي لكم كل والداتكم. هدول التفاصيل اللي احنا اياما نضحك عليها او بنشوفها انه مزاح وما بصير بس صدقوني الله بيحميك في دعائهم اكيد. فالله يخلي لك اياها. طيب احنا خلصنا بس بدنا صلصه البندوره. هي كتبت لنا نحط بندوره الصراحه مقطعه بس جبنا صلصه البندوره وبدنا نحكي عن بهاراتنا اللي احنا مستخدمينها لليوم. احنا مستخدمين طبعا كل بهاراتنا من ابو خلدون كبتيل وعندنا بهارات مشكل وعندنا فلفل الاسود وراح نستخدم صلصه البندوره من يولاند عشان نطبق الوصفه بعد الفاصل. بعد الفاصل عاملين فيه اسئله جديده. ايوه وين وصلنا بالوصفه يا رب تطلع. نقلب مع الزبده. في زبده يعني احنا حطينا زيت شعبان. خلص زيت شعبان بيطلع مع الاكلات بجنن غيره. ايش في مش فاهم استعين بصديق. انا وصلت هون بالصوص المعكرونه هو طحين يقلب مع الزبده. والله العظيم اني فاهمه. ثم نضع الحليب ونحرك. انت قلت لي بتعطيك بالمحفظه هي وراء صح؟ معك هلا معي حقيقه بس رح نقراهم شو مكانه. عادي قول. ها طلع اشوف والدته بتعطيه كل يوم ورقه وبتحط له اياهم في المحفظه عشان تضمن. هاي لها سنتين. هاي لها سنتين طلعت بخربانه. حتى لها سنتين معك. هاي سنتين بالمحفظه. هاي جديده. هاي ادعيه للرزق عشان الله يرزقه. اعطيني الثانيه. هاي جديدة. وهاي جديدة امتى عطتك؟ بس خطها جميل جدا. هتخطها؟ بس هاي عملت لك يطلعوا كلها ادعية يعني يطلعوا ما اجملها. والدتك الله الله يحميها ويخلي لك اياها يا رب ويا رب تضل لها يا رب. هاي كلها كلها انه ادعي عشان يضلوا يتذكر يدعي ربنا كل الوقت. بالضبط. الله يخلي لك اياها يا صاحب الستر الذي اللهم فرج همي يعني. يا الله في كمان؟ لا هذول والله العظيم على الهواء طلعهم من المحفظة على الهواء. دائما هيك يعني. هاي خلص بس تخرب برجع بعمل غير تعمل لي غيرها. انت بتقراهم كل يوم؟ ولا كل ما تطلع هسه لما يكون عندي مثلا شغله مهمه شغل يعني. وانا جاي قرات هاي. شو طبيعه شغلك؟ انا كنت محاسب. كنت وهلا تركت عاطل عن العمل الان. لا طب لو بدك توجه كلمه لوالدتك هي عم تحضرنا اكيد بدي اياك تحكي لها اياها زي كذا. لامي ولابوي للتنين الله يطول بعمركم. في دعوه دائما بديها انا ان ربنا ياخذ من عمري ويعطيهم اياه ان شاء الله يا رب. حكيت لي بعد الصفات عن والدك بتقول لي والدك خلص ما بحب بحب دائما يضلوا بالبيت. انتم ما شاء الله ست صبايا واربع شباب وكلياتكم مربيكم على نفس الاخلاق والعادات والتقاليد وكذا وهيك. فكنت وصف لي والدك انت قد ايه هو حازم بهدول. هلا هو بني شخص بحب بيته كثير كثير
كمل؟ كمل انت شو بدك فيه؟ كمل. مروه دخلي لي الصحن الله يخليكي. عباره عن ست بنات احنا واربع شباب، طبعا الست درسين البنات والاربعه علمنا كنا العشرة. ما شاء الله الله يخليكم لبعض ما شاء الله. اخواتي تجوزوا. في حدا زيك هيك مجننه ولا بس انت؟ في اخوي عبد الله اصغر واحد. عبد الله شفته بالفيديوهات، شفته لما نقصته عملت صوت البسه. بس بدرس الفتره هاي. طب احنا كمان من الفيديوهات اللي حضرتها قبل كم يوم والدتها كانت عامله معجنات. معجنات. وانا بعثت لك كميتها، شو قلت لك؟ بدي معجنات. وين المعجنات؟ صار إشي الصبح وما قدرت. ما هو لا رح نحكي على الهواء، لانه انا قال لي ابشري ابشري يا شيف. انا قلت له بدي سبانخ حتى، يعني مش كان المفروض على كانت المفروض على 7 الصبح تسويها، بس صارت إشي. ما سوت شيء. ما سوت شيء. بس هي زعلت. زعلت منك؟ لا مش مني. طب انا قررت اجيب لك هديه. اذا لحدا بيحضروا لفيديو محمد، كمان فيديو كثير انشهر اللي هو وهو بشم اللحمه وبيعمل حاله اول مره بده يقول لحمه. عن جد هاي الاشياء بتعملها باهلك حقيقه؟ هسا اكيد حقيقي، بس لا انا باكل لحمه بس قدامه باين اللي مش ماكل لحمه. بعرف قدامهم عامل زي الاطفال لما نروح عند الناس يكون معنا صحن الفواكه. وشو بقول لي ولك لا يصدقوا الناس وخايف الناس تصدق. لحمه هاي لحمه يا جماعه. قلت له معجنات لحمه. والله العظيم اني انا تذكرتك، كان عندي احساس انك ما راح تجيب لي، فانا الصبح روحت واشتريت لك معجنات. لا بس بجيب لك المره الجايه. اي مره جاي؟ خلص الواحد بيجيبنا اول مره، شو بده فيه المره الجايه؟ وصيته على سبانخ، فيش سبانخ، ودورت امبارح بالليل سبانخ ما لقيت. عشان هيك بتقول له على وشرينا سبانخ. لحم. وشرينا لحم احنا، بس مش اشتري سبانخ ورا بعض. ابو ايش والدك؟ ابو لؤي. ابو عم ابو لؤي بتجيب السبانخات معك اليوم، بكره بدي امره اكل سبانخ. سمعت ابوي؟ بالله عليك. عمه اعطيته لحمه بدالهم، هلا مش رح تسمع صوته لو سمعت. الفلفل الاحمر. هذول روحي المعادي صح؟ لك هدول لحمة، هي كمان عملنا لحمة هون، اليوم احنا حبينا نختصر وصفاتنا على اللحمة. طيب ايه تعال كمل وصفتك عشان والدتك كاتبت لك الوصفة، عم نحاول نكمل الوصفة على ايش والدتك عملت لك اياها. طب انت كنت معتقد، هلا انت صار لك من 2018 بلشت بس ما انشهرت وانعرفت الا من شهرين تقريبا. ايش الاشياء اللي بتحسها هي قربتك للناس اسرع؟ اساسا العفوية، الناس بتحب كل شيء طبيعي. تمام. يعني بتحب كيف انت عايش في البيت، احنا اصلا يعني في البيت ناس بسيطه، فاهم كيف يعني؟ كيف بنطبخ، كيف علاقتي مع ابوي، كيف علاقتي مع امي، مع اخوي، طبيعتك على طبيعتك اللي بنشوفه على السوشيال ميديا حقيقي واقعي كله حقيقي. بس لا اللحمه باكل لحمه، فاهم كيف؟ اهم شيء موضوع اللحمه يا جماعه، اهم شيء موضوع اللحمه. انا عارفه يعني، انا عارفه انه مزح، واضح انه مزح، مبين بنهايه الفيديو يعني انه مزح. يعني الزيتون حضرتي الزيتون لما لقطته وبعته؟ لقضيته بعت؟ بعت الزيتون بضاعة. أمانة الله عليك لقضيته بعت؟ بعته كله والله. ومن وين لقطت؟ شجر دارنا لقطته. طيب. وبعته، سويت مقلب في أبوي وبعته. وأبوك شو عمل؟ ما حضرتيش الفيديو؟ أنا كثير حدا من كثر ما ضحكت، كان ابني رامي معي، حبيبي رامي، فأنا قاعدة بحضر وبحضر للحلقة. وأنا عم بحضر من كثر ما ضحكت أنا وابني رامي، مش قادرين كل فيديو نرجع نعيده مرتين وثلاث ونضل نضحك نضحك نضحك. فحضرت كثير فيديوهات. الحلو فيها أنا قصص من البيت، يعني الأمور اللي بتصير معك في البيت اليوميات. طب إيش مشكلتك مع اللبس والكحلة والمسكارة محمد؟ إيش مشكلتك مع الشعر الأحمر اللي صابغه؟ إيش فيه؟ هذا مرة وأنا محمد أمانة خلينا نحطه هون. طيب. بالله يب. عليك خلص هو خلص أموره تمام. أحكي لك قصة حلوة. أحكي لي قصة إيش مشكلتك مرة مع... طلعت حلقة كريستيانو رونالدو اللي سوى هون. فرحت على الحلاق وكبير كنت يمكن عمري 22 21 سنة. خليته يحلق لي اياها، اكلت قتله عليه ورجعني على الحلاق. الصالون هيك ملان، خلاني احلق نمره 2 وروحت. اوكي. هو بنقهر من حلقه الشعر اللي بتكون زي الزيرو هدول وقصص. بحبش الكسعه والاشياء هاي، خلص بحبك تكون راكز. طيب. فلما كبرت عرفت انه هذا الشيء الصح، فاهم كيف؟ زمان كنا لا خلص بدنا هيك. بس. طب أسوأ مقلب عملته بوالدك وكانت يعني العواقب تبعته وخيمة جدا، كان يعني خلص إشي ما شفناهوش إحنا على السوشيال ميديا. هسا الأغلب مصوره أنا كله، يعني الأغلب صورته. أغلب مصور. أغلب مصور. وإمتى بتوقف القصة لما تفهم والدك إنه هذا مقلب؟ يعني في قصة امبارح، البنت صاحبي بقلد صوت بنت ما اقتنعش، طردني نمت عند معي. نعم عندك امبارح معي عشان أتأكد على الهواء. فلما روحت ثاني يوم كان هادي، حكيت له 1 2 3 بهدلت برضو. وحكى مع وليد صاحبي وبهدله برضو. انه انت اللي قلت صوت البنات. مقتنعش. في اجاك مسج، طبعا عائلتك كلها عم تحضرنا وكلهم عم بيدعوا لك، بس قدرت القط لانه المسجات كثير اسم الله والمشاهدات كثير عاليه. افنان بتكون اختك، افنان نبيل بقول لك حبيبي يا اخوي. شوفي انا المسج راح لانه اسم الله المسجات عم بتروح على السريع. بتقول لك حبيبي يا اخوي، هاي اصغر اختي الله يخلي لك اياها. قديه فخورين فيك والله كثير الحمد لله، مبسوطين كثير كثير. طب بس يعني تمشي بالشارع وهيك بحب. بس تمشي بالشارع بيعرفوك الناس وهيك الحمد لله.
على فكرة هاي أطول وصفة معكرونة بالبشاميل نعملها بتاريخ حياتنا، تاريخ البرنامج أصلي. عشان اللحمة، اللحمة كثيرة، ليش جايبين هالقد لحمة؟ حبينا نعزك، ما أنت امبارح نزلت إنك بتاكلش لحمة، قلنا بنكتر لك لحمة. إيش بدك؟ هيك مش راضيين وهيك مش راضيين. أنا حاسس حالي شايف اللحمة مش مصدق. اللحمة ما تجيبهاش على البيت لمدة شهر. منيح؟ بقول حاسس حالي شايف اللحمة مش مصدق. بس تعمل لما عملت مقلب اللحمة في والدك وعن جد ايش صار؟ ايش بعدين صار؟ حصة انا فتحت اندو ستوري وبحكي لهم شرينا لحمة اليوم. ينعم بلاش يصدقوا العالم ومقهور انه جايب لحمة، كيف انا بجيبلكمش؟ او لما اجيب اشي خربان بجنن. ايش بتعمل؟ يعني مرة جاب دراي ما بس واحدة سلقنا منها ولا كله خربان. قلتني طول اليوم حمله جماعي زي الخبز. والسكر اليوم والشطة، ايش موضوع الشطة؟ هات احكي لي فكرة الشطة، هات اخذها عنك عشان انا تعبت عنك. ايش موضوع الشطة؟ الشطة ان انا بحب الحارة كثير يعني احنا اغلب اكلنا بنعمله بيتي، فاهمي كيف؟ تمام. يعني خبز مرات بنخبز في البيت. ما احلى. زي هيك. فالشطة بنعملها كمان بالبيت. فانت بدك فلفل احمر. بدي فلفل احمر عشان نعمل شطة. طيب. اللي وصي عليه فترة ما جابه. وبنسى. بنسى. طب معلش تطلع على كاميرتك قبل ما نطلع فاصل وتحكي له يجيب لك الفلفل الاحمر بطريقتك. الفلفل الاحمر والسبانخ يا حبيبي تنساش. طلعنا فاصل. طيب كان والدك رح يعرف هاي الفقره اخر شيء. هيك طلعنا فاصل احنا. احكي لهم طالع فاصل. طالع فاصل ابوي. السلام عليكم. حسابي والله والله حسابي. والله اللي بتعمله بأبوك راح أعمله فيك اليوم. تفضل ما لا تاكلها والله كل لقمة لقمة يا رب. هنية على قلبك يا رب. مطرح ما يسري يمري، مطرح ما يسري يمري، صحتين وعافية يا رب. الله يخليني ما أضل أجيب ما لاقيش لحمة يا رب. هجيب لك صدر بعد الجنات يا رب. أضل أجيب لحمة. انت شو بدك تجيب لي معجنات سبانخ؟ انا جبت لك من ايش معجنات لحمه جايبيتها ولحمه وبطاطا. كنت كل لحمه بس زاكي والله. صح والله وصيت لك عليها. هي اللحمه زاكي. لما تكون بلديه ولا روماني؟ بحبها روماني. روماني؟ لا احنا بنحبها روماني، هي رومانيه على الاغلب. عشان هيك حبيتها. انت والدك اليوم ابصر شو رح يصير فيك. عمو عادي دخلوا على البيت والله كله مزاح. هلا في كمان ام قيس كمان طلعت انا وياك عم نقرا. ام قيس كمان الله يخلي لك يا اختك الكبيره كمان عم بتوجه لك صحتين وعافيه يا حمودي يا حبيبي. ماشي معي على الوزن على طول. جبت له معجنات لحمه يا ام قيس. تذكري معجنات لحمه. ترى شاطره هي في المعجنات ام قيس. طب ما انت شوف معنا يا والدتك بتعمل المعجنات يا ام قيس. بتعملها هي وامي مع بعض. وامتى انا معزومه؟ متى ما بدي. أمانة رح يطلع من هون ويلف وجهه لا يتذكرني ولا على باله. والله اصور ستوريات عليه اللحمه. والله اني بقول لك على الهوا رح اطلع احكي بحلقه السبت. شوف وقت ما بدك والله. معك ليوم السبت الساعه 12:30. 12:30 الظهر. باي منطقه ساكن انا؟ احكي احكي عادي. هلا بيجوا الجيران كلهم بحكي. مو بيعرفوا بشار الاذاعه والتلفزيون يا جماعه. بشار الاذاعه والتلفزيون بالضبط عشان انا جايه او انت بتجي ايش بدك؟ والله بيجوا. بيجوا؟ طب بصير معك مواقف وانت طالع مع عيلتك؟ يعني بيوقفوك صبايا انه كيفك ومحمد نبيل وكذا وهيك؟ ما عمره صار معك موقف مع والدك؟ لا بطلعش معه اماكن زي هيك. بطلعش معه؟ مره ضربني في المول. نحكي مره في المول. اكلت قتله ليه؟ سويت فيه حركه. ايش عملت؟ قصه اللحم. برضه بالمول. يعني انت عندك مشكله مع اللحمه. هي المشكله اللحمه مغلبتك. ايش طب احكي لنا الموقف. هات امشي. بحب اذايقه في الاشياء هاي. هات احكي لنا الموقف. اشتري لحمه وقلت اني اول مره بشوفها. بلش فضحني من الحكي هذا. كنت معروف؟ شوي مش يعني مش نفس الايام هاي. اوكي. طب اسمع احنا عشان نخفف عنك موضوع اللحمه احنا بدنا نعلمه عمو على المعكرونه والسلطه فنخفف موضوع اللحمه. فرح نخليك تعمل سلطه معكرونه بس حياتها بسيطه وسهله ادير هدول كلهم هون صح. شفت كيف مأسل الحياه. رح احنا عندنا نيولاند طبعا يا جماعه. بنيولاند جبنا فطر، جبنا نقانق وجبنا طبعا ذره. بدك تحطهم كلياتهم وعشان اسهل برضو عليك الحياه جبت لك صوصين. ها شوف الصوصات جاهزه تك تك بتضيفهم هون.
هذه كلها دول هو بس بدك توعدني شغله بس بدي اعمل هاي الوصفه احكي لحمه من يوم وطلع ممنوع لا بقدر لا 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 لا, لا, لا. انا والدك بعد ما طلعنا من الهواء ورجعنا رن علي تليفون قال لي اسمعي خففينا من موضوع اللحمه بقول لك عامل كثير لو انه من الخفف من اللحمه هذا الدراوح المي ما هذا اللي لك خلص هذول لازم اصورهم مروة ذكريني اصورهم طلعت من نفس لك ساعه تطلع عليهم طلعت وطلعت من نفس راح تاخذهم ما تقدر خلص قديش اكلت من هاي انا بعطيك هدول خذ لا والله غير هدول لا والله خلص عمو انا بدي سبانخ ولحمه وجبنه مدانو هيك ده طعم من هنا ابوي ما بدي لحمه سبانخ وجبنه وبطاطا وبطاطا بتعملوا كمان وبطاطا عمو انا جبت له لحمه يا حرام والله ابصر شو حصير فيه من ورا عرام بس لا والله بدي اوجه لك تحيه عمو يعني والله, والله كان يحكي لي تحت الهواء قد ايه بحبك وقد ايه بيقدرك ابوي انت بتعرف قد ايش بحبك والله والدتك اكيد والعيله كلها كلهم بحب والجيران جيراننا والله جيراننا محترمين على سلامتك بدي اطلع انا المعكرونه بالبشاميل عشان احنا مع الاسف تخيل انه الحلقه خلصت خلصت والله تخيل بدنا ناكل خلاص فكرته رح يقول لي لا خلينا نطول خلينا كذا ايش في الحلقه حلوه اي شيء خلينا ليش خلصت طب يلا اخلط السلطه عشان كمان اديهم كلهم عادي ما شاء الله ريحه المعكرونه بتشهي والله بحكي لي امتياز انا طلعت بلا فطور صح والله ما افطرت قلت لي معكرونه ولحمه قلت ما افطرش لا خلاص هينا هاي رح نحط الفطر والنقانق رح اخذ هدول من عندك عشان نخلطهم كلهم مع بعض هاي ما اخذ لكم اياها علي تمام الوصفات كلياتها محمد للشباب اللي بيحضروك انت بتحاول تكون قدوه اوكي انت كل اللي بتعمله على السوشيال ميديا خلينا نقول لكل حدا عم بيحضرنا انه هو عباره عن مزح ومقالب الفكره منها تكون كوميديه خفيفه لطيفه على الناس بالضبط عشان احنا دائما بنحكي انه في على السوشيال ميديا دائما انتقادات دائما انه الانسان مش دائما كل شيء بيلاقيه ايجابي في اشياء هيك وفي اشياء هيك لما يجيك انتقادات شو بيكون شعورك شوفي بديش اقول لك بهتمش او شيء لا الواحد بيأثر عليه مرات بس عادي يعني بتفرقش بطلت تتأثر لانه الحمد لله الشيء الايجابي اكثر من السلبي الحمد لله فبزبطش اطلع بس على السلبي احنا رح نحط كمان شوي فليفله على السلطه السلطه ولا شيء عملنا سلطه المعكرونه لانه احنا جبنا صوصات تقدر تستخدموا صوص السيزر تقدر تستخدم الصوص الايطالي كلياتهم موجودين طبعا من نيولاند احنا اليوم استخدمنا الصلصه الايطاليه هاي واستخدمنا هي خلطناهم مع بعض تقدر تحطوا شوي خردل ورح نقلبهم مع بعض حسب بدها هسه هاي سلطه معكرونه سلطه معكرونه عشان انا قلت لك بدنا نخفف لحمه يا ريت لو تشوفوه على الحقيقه كثير نحيف هاي الكل لحمنا بتاكل انت بالبيت لا واضح بحبش الاكل يعني واضح الصراحه انك مغلب اهلك بالاكل بحب الشيبس شوكولاته القصص هاي عن جد اوكي اي طموحاتك وين يا محمد بعد ما وصلت لهذا الشيء لوين انت حاب توصل والله على بركه الله ما بعرفش انا ماشي على البركه ما فكرت فيها لا ما فكرت فيها انه وين حابه توصل او طب الافكار المقالب لازم اسالك هذا السؤال افكار المقالب تيجي معك كيف هسه انا بصور ستوري وبناء على الستوري ببني مقلب بس انت بتكونش محضر المقلب براسك قبل يعني بتكونش قايل في راسي بدي اروح اجيب خبز واحكي لابوي 1 2 3 ابدا لا لا كله عفوي كل يعني كنت اعمل المقلب على المرميه بس مردت جاب مرميه كنت اعمل فيها كلها شاي وزع على الحاره وبعدين مردت فما عملته ما عملتوش والدك طب لهلا لساته كل مره عنده نفس ردة الفعل ما عم بدرك انه كلياتها مقالب ابوي بيعصب بسرعه حكيت لك بخاف علينا كثير يعني بخاف نغلط تمام فانا بجيب الباب الغلط اللي بخاف منه اوكي فبضل استفز فيه لحد ما طلع عصبيته كلها طب في بالك لو طلعوا على السوشيال ميديا فيما بعد انه يصير يبين وجهه لا ابدا طب الجيران ايش بيحكوا لكم على هالسيره والله صار يحبونا الجيران صار يحبونا صار يحبوكم الجيران قبل كيف كانوا؟ لا بحبونهم بس كويسين والله بحبهم انا محترمين حتى جارنا اللي فوقينا كويس طيب احنا خلص قررنا اذا اول شيء انا كثير مبسوطه انه الصراحه انت اليوم ضيفي ببهار ونار وكثير مبسوطه اسمعوا على فكره لما اللي شوفوا اللي بتشوفوه ورا الكاميرا شيء واللي بتشوفوه بالحقيقه شيء ثاني ما شاء الله عنك وعن اخلاقك وان شاء الله بتكون قدوه لكل الشباب اللي عم بيحضروك يعني حتى بيحكي لي كيف بالبيت انه التفاصيل كيف لازم يحافظوا على دينهم اخلاقهم كلامهم بتصيروا سبحان الله هذا الشخص عن جد بيكون قدوه انك تسمع منه ومع هيك هذا ما خلاك او ما بعدك على انك تعمل شيء انت بتحبه على
السوشيال ميديا. اكيد مع عفوي ومع اهلي، يعني سويت كل شيء الحمد لله مع اهلي. طب لو اجاك فرصه تمثيل بتمثل؟ والله انا مثلت قبل. اي وين مثلت؟ مثلت كثير. جد؟ وين؟ وين؟ مثلت باكثر من مسلسل. طب احكي لي اسم مسلسل تمثلت فيها. عادي نذكر اسامي. يعني مثلت مسلسل اسمه رياح السموم. مسلسل اسمه ذهب ايلول. طب مسلسل بلاقي عندك شغل. بلاقي عندك شغل؟ وهدول كانوا على السوشيال ميديا ولا لا مسلسلات تلفزيون؟ في تلفزيون. في مسلسل رياح السموم اجى على روتانا خليجي. على؟ روتانا خليجي. والله طب كيف دخلت مجال التمثيل؟ اخذت ورشات. وكيف كيف والدك سمح لك تمثل؟ هلا سمح لي بس انه يعني كيف قال لي؟ قال لي اي شيء في اخطاء كذا اثر شو؟ لا بده خلص شيء في رساله للناس، شيء اي شيء محترم. مش أوكي. محترم لا. اوكي طب انا فخوره فيك وانا يعني سعيده جدا انه انت اليوم ضيفي ببهار ونار واسعدتنا بهاي الحلقه واسعدتنا بطبخه المعكرونه بالبشاميل على طريقه والدته طبعا. لا احنا قراناها هي انت فهمت الخطه. انا والله فهمت لانه خطه زي خطي. خطي مأساة عرفت. بس انا مبسوطه فيك كثير. الله يخليك لعيلتك. وان شاء الله هيك احنا الفيديو اللي عملنا فيه المقلب لوالده طلع الصوت مش كثير واضح، ما قدرنا نحطه على الهواء اليوم ولكن رح ننزله رح ننزله على السوشيال ميديا ان شاء الله. وان شاء الله بنشوفك بمكان كثير حلو ومكان كثير منيحه وتوصل من هون لمكان كثير اكبر زي ما تتمنى وزياده. ايش حابه توجه لكل حدا قبل ما نختم بحضرك او بحبك من متابعينك؟ والله شوف انا المتابعين زي اهلي يعني عيلتي الثانيه فاهمه كيف يعني. مش يعني بير لما حكيت لهم الحلقه كلها انتقدها وتشجعوا فيه فانبسطت هيك اخذت طاقه. حتى الصبح انا طالع يدعوا لي وهيك يعني والله محبه حلوه الحمد لله. والله حتى شفتك امبارح ايش كاتب انت على انستغرام لما انت قلت دعواتهم وكلامهم لما نزلت. يعني بتحسيهم يعني بخافوا علي فاهم كيف، بحبوني شغله بتبسط الحمد لله. الحمد لله ان شاء الله دائما ضلك بخير وبصحه وكل عم بيحضرونا. اليوم بدي ارجع اذكركم نحن يوم السبت ان شاء الله عندنا حلقه كثير حلوه بوصفات جديده وافكار جديده. بدي اودع محمد واودع كل اللي حضرونا والحلقه بتضلها موجوده على الفيسبوك على صفحاتنا. باي باي.